بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي واصدقائي واصحابي، مع ان اصدقائي هي اصحابي بس ماشي، المشتركين الكرام، يا رب تكونوا بخير دايما ورمضان كريم عليكم. اللي هيسمع الحلقة دي بعد في وقت ما نكونش فيه رمضان هيستغرب يقول رمضان ايه هو دلوقتي رمضان، بس بعرفك ان احنا في رمضان. تمام، يا دي الحوسة، ده انا بسجل ولا لا؟ بسجل والحوسة طلعت في الكلام وكل ده طلع في الكلام، هسيبه ما علينا. بص يا سيدي، هنكمل حلقة 68 وفكرك دايما بحتة من 67 كده. كان في اعترافات شغالة والدنيا سخنة والعملية سخنة ورية، قالت اعترافاتها وبدأت قلنا بإيه، وهنيجي نفكرك برضو سكينة بدأت اعترافاتها وأقول لك بدأت بإيه. بدأت سكينة وهي بتعترف برضو بإيه، زي ما قلنا قبل كده سميناها نفخة تاريخية تنفخوها في حياتهم، مختصرة عن مرارة الحياة اللي عاشوها من ساعة ما دفع بها الفقر والجوع ورماها يا عيني على الطرقات. ده كلامها، رماها على الطرقات. فين؟ في الشارع؟ لا، على كانت بتبيع بيت في الشارع وهنا، وتبيع شوية فراخ وشوية تبيع خضروات، وتتعرض لإغواء الرجال وهي ما تزال طفلة. ده البداية اللي حكيتها، لأن دي الحتة دي كانت مقلمها قوي، هي وسكين هي وريا بصين الحتة دي هي السبب الرئيسي قوي إنهم اترموا في الشارع وما كانش لهم، يعني ما كانوش عزاز على حد، ولا أهل مهتم ولا حد مهتم، فدي كإهانة لهم كطفلة، وشافت فقر وهي طفلة وعذاب وبهدلة، ويعني حاجات سابقة سنها كتير قوي عملتها، هي دي السبب. وكانت تؤمن ساعتها ان كل شيء مقدر ومكتوب على الجبين منذ الأزل، يعني ما كانت تقعد تفكر مع نفسها وهي صغيرة تقول لا ده مكتوب، ربنا كاتب لنا كده من يوم ما اتولدنا واحنا في شقة وهم، زي حظ واحد من يوم ما اتولد سعيد ومبسوط في بقه معلقة ذهب، واحد يعني غلبان والفقر بيحوطه من كل حتة وممكن يشتغل اكتر من اللي معاه بس الحظ مش معاه. مش بنقول يعني دي حاجة، لا، ده كل ده بتاع ربنا، يدي اللي يديله وما يديش اللي ما يديلوش، بس بفهمك ان منطق الدنيا ساعات كده، ممكن تشقى وما تلاقيش، ربنا مش كاتب لك، عادي، ولا تشغل بالك، في الاحسن وعندك الاحسن، في حاجات عند ده وفي حاجات مش عند ده وهكذا. المهم لازم ترضى بأي مقسوم لك، أنا عايش كده حياتي، وتحمد ربنا من جواك، مش أنت تبقى بتقول كده الحمد لله والله يخرب بيوتكم يا أولاد 60 في 70، لا، اشتري دماغك، لأن محدش فعلا، خدوا الحكمة من رايا وسكينة، قالت لك كله مقدر ومكتوب على الجبين منذ الأزل وإلى الأزل، هي قالتها كده، منذ الأزل وإلى الأزل، يعني من متنا الحياة، ربنا غير أهلا وسهلا، ما غيرش نصيبنا كده في الدنيا. فإنها لم تقاوم الإغواء الذي تعرضت له بعد إيه؟ بعد طلاقها. هي قالت الوعد والمكتوب، المكتوب اللي احنا قلناه اللي هي تعرضت لكذا، والوعد هي مسمياه على سبيل الهواية، قالت لك أنا دخلت الوعد على سبيل الهواية في كفر بقى إيه؟ كفر الزيات، على سبيل الاحتراف، هي كان الوعد المكتوب عليها ده كانت ماشيه فيه كده ودي، ودخلت في كفر الزيات على سبيل الاحتراف، بعد ذلك راحت طنطا وبرده احتراف، وبعد شهور كانت تدخل ربنا برده يعني بلاها بلوى، ودخلت الاستباليا زي ما بيقول او مستشفى المومسات عشان تتعالج من مرض سري، وفيها التقت بالوعد والمكتوب، دي الطريقة اللي حكوا بيها، الذي يحمل اسم ايه؟ احمد رجب، فاحبها واغواها وقال لها لازم تتوبي وتجوزها، مفروض انت ربنا هو رزقك بواحد توبك وجوزك، يعني بس هي برضو ان هو سافر وكده، بس كانت مفروض تبقى اقوى من كده، دي برضو نقطة ترجعك لحياتك، كأن ربنا بعتلك برضو ايه؟ هدية هو. وكمان هرب بيها الاسكندريه، لكن هديه، بس هو يعني كان راجل ضعيف مكسور الجناح زي ما بيقولوا، في زمن كانت مصر فيه وطن ضعيف للاسف،
وبلا جناح ولا بلا أي قوة، ولكن هو عجز، لما جه عجز عن إن هو يصرف عليها أو يعولها أو يعول نفسه حتى، تركها وحيدة في الأسكندرية وسافر ليعمل مع السلطة العسكرية اللي هي السلطة العسكرية البريطانية وقتها، على ضفتي إيه قناة السويس، يمهد بيشتغل في الطرق وبيشق الترع ويحفر ويعمل يحفر خنادق للإنجليز ومش عارف إيه، وكان بيعمل قضبان سكة حديد، اشتغل في كل ده، وفي الآخر راح جاي شغال ممرض في فيلق الخدمات الطبية. وحين عاد بعد شهور من الغيبة ووجد سكينة قد عادت أثناء غيبته إلى وعدها الأول، إلى شغلانتها الأولى، فكشف زي لجلبابها لكل عابر، هي كشفت نفسها لكل عابر سبيل، ما قدرتش تمسك نفسها خالص لكي تجد ما تطعم بها به نفسها عشان تقدر تاكل، فلم يغضب ولم يطلقها، ودي برضو كارثة عنده، ولم يقرر البقاء إلى جوارها ليحميها من كلاب السكك، انت عرفت، طب اقعد بقى شوف حل تاني، بل يدوب قعد معها شوية أيام قليلة وتركها، ترك لها على أثرها شوية فلوس بسيطة، وعاد رجع تاني هو الآخر لفين؟ لوعده مكتوبه هو بقى اللي هشوفه على جبينه، راح جيش الحلفاء وراح يشتغل تاني، ولا فكر ان هو مراته مشيت ولا عملت ولا رجعت مومس تاني ولا اي حاجة من دي. دي كارثة، ليه عمل كده ما اعرفش، يمكن عشان تلاحظ في القصة دي ريا وسكينة من هنا او من هنا او من هنا بمحاوطهم فعلا الحظ السيء، حتى لو حاجة ابتسمت لها كده تلاقيها ابتسامة فارغة كده تقلب لحقيقتها تاني وترجع كارثة عندهم وحظ سيء تاني لهم. ولم تختلف الفصول التالية من سيرتها الذاتية عن هذا الفصل الأول من حياتها التي صارت على نفس المنوال من دون أن يكون لها فيما جرى رأي، يعني كان اللي يعني بيحصل لها بيحصل لها، يعني تقول أنا ماليش يد مش قادر أقول لا ولا هو بيحصل لي عافية، مش لاقي ياكل هضطر اعمل كذا، هضطر اسرق، هضطر، ومش كل واحد يعمل كده، بس بحكي لك يعني تفكيرها. طول ما كانش ليا راي ولا اختيار، حاجات كانت بتفرض عليا من شده فقري انا عملتها. فقد كانت ريا وعدا، وكان حسب الله مكتوب اسود على دماغها، ما ده برضو من سوء الطالع والحظ ان يجي لها واحد عره زي حسب الله. لم تستطع أن تهرب منهما، يعني برضو فعلا مجيت حسب الله لها إن هي بعد ما جوزها مات ومش عارف إيه وهو أخوه وكلام من ده، يعني اتدبس التدبيسة ملهاش حل. لم تستطع أن تهرب منهم، من الوعدين دول، حين هرب من كفر الزيات عشان يلحقها في اسكندرية ومعها أولادها الصغيرين، وخلفهم اسم الشرطة أو أقسام الشرطة بالطارد حسب الله اللص اللي كان تافه الذي كان يسرق أكواز السكر، يعني حتى السرقة بتاعته دي كانت تافهة، وأقراص الحلاوة الطحينية كان بيسرقها من وعلب البلوبيف ومش عارف ايه والكلام ده من المعسكرات على من هنا على المحلات على كله. وبعد أسابيع يصل إلى الأسكندرية ما كان قد تبقى بكفر الزيات من وعد الهمام المكتوب على جبينها، ايه هو اللي تبقى؟ امها زينب واخوها ابو العلا هم اللي ما زالوا قاعدين في كفر الزيات. ده انتوا تلاقيكوا كفرتوا الزيات شخصيا. ليقع على كاهلها عبء اطعام الجميع في زمن شح فيه الفلوس والحقوق والاكل والفقر وكله، وتعطلت الأشغال والدنيا وقفت والفقر زاد، ولم تعد هناك فرصة عمل إلا لمن تستسلم للوعد والمكتوب، يعني لا تستسلم للدعارة وقتها كده، هم بقى مخهم على قدهم أو كان فقرهم أو جهلهم ما فيش علم ولا كذا، فاللي كان بتستسلم تلاقي تاكل.
كانت بتشوف كده حواليها، اه دي كانت بتشحت واليومين دول اتعدلت وجابت حته دهب، اه يبقى لقت تاكل يبقى راحت في كذا، او ما معناه اللي كانت بتبيع جسدها او تشتغل قواده وتبيع جسد الاخرين كانت هي اللي بتلاقي تاكل والدنيا تمشي معاها. شافته الكلام ده، شافته ريا وسكينه على الطبيعه، وكان حسب الله مصدر يعتبر يعني تعاسة ريا باعتباره كما قالت رجلا كعدمه، زي قلته ملوش أي لازمة، بالعكس ده كان مصدر لتعاسة سكينة كمان باعتباره رجل الأسرة اللي هو يملك سلطة أدبية عليها، مارسها ضدها بطريقة ذاقت منها الأمرين، إن هي كانت أوقات تصرف عليه وعارف إن هي بتمشي هنا وبتمشي هنا وساكت، فعانت من تطلعه وتبطله وبلدته وشرهته للحاجات الهايفة والكيوف، ويعني واستمراره في العيش على قفاها أو على حسابها، يعني هو عايش على حسابها تماما، ما عندوش فعلا دم. وفي الآخر إنكار الجميل الذي وصل إلى حد إيه، تحريض شائتها أختها على مشاركته في السطو على ملابسها، انهم يسرقوا سكينة وكمان فلوسها وخسته وندلته التي كانت تدفعه لطردها كلما نجح احد مشروعاتها المشتركة او مشروعاتهم المشتركة، ينفرد هو بانه ياخد الارباح كلها وكمان يعني يحاول يبوظ الموضوع او يفركش الموضوع، حتى لا يبدو وكأن حسب الله كان شر ما في الوعد المكتوب على جبين الأختين. هما سموه في الآخر كده بعد ما كانت بتحبه وبتدافع عنه في تحقيقات، قالت لك ده الشر الموجود فعلا في حياتنا كلها، يعني يمكن الراجل ده لو ما كانش موجود كان بنسبة 50% اتصلح حالنا شوية. وردت وقالت وهي بتحكي، كان قتل النساء بعض من الوعد والمكتوب على جبين سكينة منذ الأزل وإلى الأزل، فهي لم تختار، ما اخترناش ان احنا نقتل الستات ولا قررنا ان احنا نعمل كده وما اشتركناش فيه بإرادتنا برضو، لكنها دفعت إليه دفعا فلم تقاومه، يعني احنا يعني اتدبسنا في الموضوع ده وما قدرناش نقاومه فعلا. بتقول انا ما قومتش، انا حسيت وبقيت خلاص مؤمنة بان ده مكتوب علينا، مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، مش عارف ليه انا استسلمت وبقيت حاسة ان ده قدرنا وان ده اخرنا وهو ده لازم يحصل لنا، مش عارفة ليه. فكانت اما البداية بتقول فكانت في ساعة غبراء من يوم اسود دعتها فيها شقيقتها ريا لمصاحبتها الى بيتها في حارة علي بيك الكبير، وقالت لها في الطريق، دي البداية خالص خلي بالك، قالت لها في الطريق ده في واحدة اسمها خضر اللامي، خضر محمد اللامي، تصدقي ضحكت عليا خدعتني واخفت عني حقيقة الاجر اللي هي كانت بتاخده مننا، يعني كنا بندخل عليها الرجالة وضحكت علينا في الفلوس اللي كانت بتاخدها مننا، مثلا تقول لها انا خدت 10 وهي اخد 20، فلوس كانت بتاخدها من الرجاله اللي بيناموا معاها، لما رايك كانت فاتحه بيت البغاء بالذات بتقول لها في الاخص يا اختي في بيت الكم، وتصدقي ده الست دي قعدت تيجي عندي سنوات، قعدت على مدى سنوات تسرقنا بنت الكلب دي، كانت بتختلس وتسرق لنفسها الفلوس الاكبر من نسبة النص اللي هي تستحقها، مش احنا متفقين معاها خضر اللامي لو جبنا واحد مثلا دفع نص جنيه يبقى احنا او جنيه يبقى هي نص جنيه واحنا نص جنيه، لا دي كانت بتضحك علينا وتقول لنا ما خدتش الا نص بس وتضرب الباقي في جيبها، تصدقي اشترج دي شارية بنت الكلب ماشية بقى تدردش مع اختها في السكة كده، رايه بتقول لي سكينه بنت الكلب مشتريه جوز مباريم، قالت لا يا نهار ابيض جوز مباريم يا
هتلاقوا الحكم قد صدر بإعدامها والاستيلاء على مصالها اللي هو حقنا، عشان نسترد حقنا من المشروع اللي اتضحك علينا فيه وشقنا فيه. هتلاقي حكم ايه؟ هتلاقي تعرفي كل حاجة لما نروح البيت. هتلاقي بس فاهميني، عشان هتلاقي حكم اعدام، دي لازم تموت. وقطعت الكلام شوية، هتلاقي بس قربنا نوصل، ولما وصلت للبيت كان القضاء قد نفذ، وترمت وتكومت جثة هامدة خضرة اللامي تحت الصندرة. بينما كان الرجال الأربعة يقومون بحفر قبرها، وبهذا المنهج القدري في التاريخ الذي يفسر كل ظاهره باعتبارها وعد ومكتوب لا دخل لإرادة الإنسان فيه. هي عندها حق في الحتة دي، هي راحت ومشت والتانية سخنتها في السكة، ماشي ما تروحيش تقتلي بقى، لا ده راحت لقت الجثة مقتولة وكله جاهز، فواجب عليها ان هي تداري، مش واجب ده الصح، لا الصح ان هي تقول طبعا وتفتن ولا تروح تبلغ ولا كذا، بس بقى اصبح واجب عليها في وسط العصابة دي ان هي تداري، لا كده لا هيقتلوها، مش هيسيبوها، يروح ما بعد كل واحد. فالحد هنا بالتالي لا مسؤولية على سكينة. وبدأت تحكي سكينة تاني بالتفصيل شوية كل ما تعرفوا عن عمليات القتل، قتل عشرة من الضحايا، بينهم ستة اتقتلوا واتدفنوا في حجرة شقيقتها أو أختها ريا في حارة علي بيك الكبير، والتلاتة اللي اتقتلوا ودفنوا في بيتها في حارة ماكوريس، وحجازية اللي اتقتلت في بيت حارة النجاة وعثر على جثتها في غرفة المحششة، وعندما لفت المحقق نظرها ان هناك خمس جثث اخرى لم تذكر شيء عن ظروف قتلهم، بينهم اربعة في بيت ريا وواحدة في بيت ام احمد النص، قالت انها ما تعرفش لا تعرف شيء عن صاحبات تلك الجثث، وقالت له والله بيه انا ما اعرفش، انا بكلمك بمنتهى الصدق والحقيقة، دول ممكن يكونوا ستات اتقتلوا في غيابي، انا ممكن معرفش. وفي الفترات اللي كانت بتخاصم فيها اختها ريا ممكن، وكنتش بروح على البيت ساعتها ولا بتردد عليه، ممكن يكون حصل اللي حصل. ودللت له على صدق كلامها او يعني صحة كلامها شوية بواقعة جوال لحمة الانجليز اللي حملته مقطورتها عزيزة عبد العزيز من بيت ريا وألقته في خرابة شارع الوسطي، ثم تبين في اليوم التالي ان هو جثة امرأة. طب وانا كنت اعرف عن ده حاجة؟ انا بقى ساعتها استنتجت ان هي احدى الجثث القديمة اللي كانت مدفونة في بيت اختها، خرجوها من القبر لتحل محلها جثة لامرأة قتلت في نفس اليوم، ولم تجد العصابة اي مكان في المقبرة عشان تدفنها. وهو ده اللي انا يعني حصل معايا، وعاتبت اختي كمان ريا ان انت بتخبي عليا يا ريا، بقى انت بتخبي عليا وتتواطئي مع بقيه العصابه، علاقتك معقوله؟ انت عشان تاخدي نصيبي يعني تبلعي نصيبي في كرشك، ده اللي قالته. لكن ريا اصرت وحلفت لها 100 يمين ان الشوال او الجوال ده كان يحتوي، ما كانش فيه يا ستي الا لحمه انجليز بايظه تلفه. يا ستي شمال يمين قعدت تحلف لها لغايه لما هي سكتت. والحقيقه ان اعترافات سكينه كانت تتسم بدرجه من الدقه، فعلا هنا بتقول بكمه في الدقه، وكانت بتدل على قوه ذاكرتها اللي قالته ده، ان هي فعلا كانت بتبقى سكرانه في ايام وحاجات ومش عارف ايه، لكن حكت بدقه ان هي كانت واعيه لكل حاجه. وتؤكد اللي ذهب اليه رفيقها سلامه من انها لم تكن تغيب عن الوعي مهما افرطت من شرب الخمر، ده اكده سلامه، قال لهم دي كانت بتشرب بس كانتش بتغيب عن وعيها ابدا. اذ استطاع المحقق بمجهود قليل ان ينشط ذاكرتها لتعترف بظروف مقتل الضحيه الحادية عشرة اللي هي مين؟
فاطمة مومس كوم بكير التي التقت بها ريا أمام زنوبة الفرجية واستدرجتها إلى منزلها بدعوى إن حسب الله هيقرأ لها الطالع، مع إنها قالت كانت في ذلك اليوم سكرانة سكرة جامدة قوي يعني، لكن غريب إن هي كانت بتشرب كتير جدا، لكن الغريب إن هي تذكرت تفاصيل الواقعة بالكامل. حتى قالوا له طب انت فاكره كانت بتتزين بايه ولابسه ايه وعامله، قالت لهم مفردات اللي كانت تتزين بيه من ذهب ومصاغ وكله، يعني فعلا كانت واعيه ومصحصحه. ولم تكن جثه شارع الوسطي هي اللغز الوحيد من الغاز التحقيق التي يعني خلت اعترافات سكينه تعتبر أكيدة يعني، ففضلا عن أن التفاصيل التي أدلت بها حول أسماء صاحبات الجثث قد أزاحت جانب كبير من الارتباك الذي أوقعته ريا بالتحقيق، يعني الدربكة اللي عملها ريا اعترافات سكينة دي حطت النقط على الحروف قوي، نتيجة لإصرارها على تجهيل طبعا كل الأسماء اللي كانت مش بتقولها. الدنيا وضحت قوي، او ان هي كانت بتبدل اسماء باسماء تانية ماشي، فقد صححت الاعتراف ده، صحح وقائع كتير قوي كانوا هيموتوا المحققين ويعرفوا الصح بتاعها ايه. من بينها كمان اكتر اعترافها بان زنوبة الفرارجية قد قتلت في بيت اختها وليس في بيتها، على عكس ما جاء بأقوال مين ابنة ريا اللي هي بديعة وجارتها سيدة سليمان. والكلام ده مهم جدا وأتاح للمحقق الفرصة لتدقيق الواقعة، فراح مستدعي مين؟ سيدة سليمان، واجهها باللي قالته انت بتقولي ايه يا سيدة، ده احنا وثقنا ان انت كلامك ده صح 100%. واجهها باللي قالته سكينة فصححت أقوالها السابقة، طلعت فعلا جزمة ومفروض ما كنتيش تقولي غير الحقيقة فعلا، ونفت كل ما ذكرته من قبل كده حول رؤيتها لزنوبة وسمعها لصراخها في الليل، وحصرت بقى شهادتها في ايه سيدة سليمان في واقعة المرأة العورة التي عادت عند العصر لتجدها تجلس في غرفة سكينة بين حسب الله ورجل آخر وصفته بأنه هو أبيض وقصير ومليان شوية تخين شوية. وعندما غادرت البيت دون أن تغادر المرأة أو حسب الله دفعها فضولها لأن هي تتلصص على ما يجرى بغرفة سكينة عبر النافذة أو من الشباك، بصت المطلة على المنور فشافت حسب الله ينحني على المرأة في وضع يعني خلاها تشك، أو هي ما عرفتش تفسر الوضع غير كده، في إن هو بيرتكب معاها الفحشاء أو إن هو بيمارس الجنس معاها أو بينام معاها. ولما واجهت سكينة بذلك وبإن المرأة لم تخرج من غرفتها شككها حسب الله في اللي شافته، وأعطاها جنيهين لكي تتكتم على ما رأته لأن المرأة زوجة صديق له. وكان من بين ما تطوعت سكينة للاعتراف به من دون أن يسألها أحد، يعني ده كده راحت قايلة لوحدها زي ما أنا قلت لك، لما واحد بيسرد وبيحكي وبيقول زي أنا بسرد لكم القصة وأنت عم تفضل يا عم اسرد شكرا تعال اشرب شاي، فقاعدة تسرد هي كمان شبهي، فعمالة تقول حاجات كده لوحدها عارفاها حقايق عارفاها فبتقولها من غير ما حد يسألها. اعترافها بأنها قد توجهت في اليوم التالي لمقتل فردوس إلى الصائغ اللي هو كانوا بيبيعوا له الذهب، حيث كانت بصحبة الفتاة حين أودعت لديه الخاتم الذي أهداه لها رفقها الإنجليزي وأصبت من قصبات البرقع لكي يطلبها لها، فدفعت له لكي يطليها لها سوري.
فدفعت له ثمن الطلاق واستردته منه تاني، واحتفظت استردت القصبتين واحتفظت بها لنفسها، خلاص مدفوع فلوسه هاخد القصبتين وامشي. وخدت الخاتم كمان واخفتهم فين؟ في مسند بتاع كنبة الانتريه او كرسي انتريه، فتحته وحطت الحاجات دي فيه. وكمان قالوا لها انت بتقولي كلام يعني تقدري توصلين؟ قالت لا ايوه انا اقدر، انا عندي استعداد اوصلك وارشدك للمكان اللي فيه الخاتم اللي انت حاطاه فيه. قالت له ايوه. وحين نسى المحقق الامر بسبب انشغاله بمحاولة الحصول على اعترافات مماثلة من بقية المتهمين عشان يخلص القضية واحنا نخلص احنا كمان، اصرت على تذكيره به. قالت له الخاتم يا باشا اللي في كرسي الانتريه. ماشي. وروت الواقعة للصاغ كمال نامي الذي استأذن المحقق قبل ان يكلف اليوزباشي ابراهيم حمدي عشان يروح غرفتها ويصاحبها ويمشي معاها عشان ترشده على الكلام على مكان الخاتم. وده يعتبر اخر حاجة من تركة فردوس، فلازم يوصلوا لها. وعلى نحو ما قد فقد بدأ من الاعترافات التي أدلت بها سكينة في تلك الجلسة وفي جلسات تالية من التحقيق، وكأن هناك هاتفا خفيا أو دافع خفي قوي يدفعها للاعتراف بكل شيء. عمالة تقول لوحدها كده زي ما تقول هي مخنوقة أو شايلة هم على قلبها. قالت لك اقول بقى وخلاص ونخلص، يودونا يعدمونا يقتلونا زي ما يعملوا. ويعني او تقدر تقول قد تكون رغبة دفينة اتسلطت عليها في اللحظات الفاصلة من حياتها، يا نروح في داهية ونتعدم، يا اما تطهر من الاعتراف ده وتخلص من عبء الاسرار والنصايب والجرائم اللي انا شايلاها على نفسي ديت اللي قربت تخنقني. هي قالت كده، والغالب انها نظرت على اعترافها باعتباره ككل شيء في حياتها وكل شيء انا قلته، وهو ده الوعد والمكتوب اللي على الجبين اللي شفناه وتم خلاص. وانا استسلمت للاقدار كلها ومن دون اي مقاومة. انا كنت عارفة ان ده يحصل وان احنا اخرتنا سودة، ما خفتش من العقوبة ولا من الإعدام ولا فكرت في ده أصلا. أنا عملته خلاص. ومع إني لما كنت بفتكر إن حد هيشوف ولا كذا هيعدمونا، أقول ما هو ده جزائي، ما هو ده جزاء الوعد والمقدر والمكتوب اللي جاي لنا منذ البداية. فالنهاية هتكون إيه؟ هتكون يا إعدام يا قتل، يا يحصل لنا نصيب ومفيش مفر تاني. بدأت فعلا تبقى مقتنعة بكده، هي حسبتها بالعقل يعني، بس ده عقل خربان طبعا. ولابد أنها كانت تتأمل في محبسها تلك السلسلة من مصادفات القدر التي بدأت بفتح ما ظل مستورا من جرائمهم على امتداد عام كامل فضل مستخبي واتفضح دلوقتي في شهر. بواسطة مين؟ تيجي من مين؟ بقت كانت بتكلم نفسها وهي قاعدة في الزنزانة. تيجي من احمد العاجز ابن بيت صاحبة البيت الجمال، راجل ما بيشوفش ولا واعمى وما بيشوفش اي حاجة. يا نهار ابيض، ده ما بيشوفش كف ايده قدام ايه قدام وشه، بل وكان يمكن الا يكتشف شيئا لو انهم كانوا قد دفنوا جثة نبوية الاهوجية تحت الصندرة. شفت الخيبة اللي احنا فيها؟ ايه الغباء ده؟ بقى يروح يدفنوا الجهلة بجوار دورة المية؟ ده احنا خيبتنا تقيلة ونستحق اللي يجرالنا. وتنتهي القصة والقضية كلها ونتكشف بنجاح عاجز اخر يحمل نفس الاسم، وهو الشيخ احمد المغني الضرير، في اكتشاف صوت عديلة الكحكية. يا سبحان الله، وعديلة تعترف عشان الشيخ الكفيف، اتنين شيوخ كففة هما اللي يكشفونا، كشفوا اللي احنا عملناه ده كله، اتنين كفيف اتنين اعمى بيشوفوش.
يعني فعلا حاجة لها العجب. وده جعل مواصلة ريا للإنكار، إن هي لو وصلت الإنكار ده عبث ما منوش فايدة، ولا تقدر تنكر بقى، خلاص ما فيش فايدة منه ولا من وراه حاجة. هنكر تاني هيقول عليها هبلة. وكمان الاعترافات دي وكل ده جعل في نفس ريا تدرك أن الله يمهل ولا يمهل، يمهل ولا يهمل، أمهلهم بس لم يهملهم. جه الوقت خلاص اللي الحقوق هتطلع وكل واحد هيتحاسب وهياخد حق. ولم لم يكن شيئا من ذلك ما دفع سكينة للإدلاء باعترافها، دي حقيقة. لو ما كانش ترتيب ربنا ده ما كانش حد يعترف. التي حرصت على أن تكون صادقة ودقيقة وكأنها مؤرخ منصف حريص على تحري الحقيقة، كأنها محقق كانت بتقول كله بدقة جدا، ووزعت المسؤولية ودور كل واحد بالعدل فعلا. لما حدث ذلك الانقلاب في حالتها النفسية الذي لاحظه ضابط الشرطة ونقلته عنهم صحيفة وادي النيل، كتبت عن ري عن سكينة بالذات ان هي يعني فعلا قالت بدقة وكانت قمة في العقل وهي بتحكي، وقالت الادوار وقالت كل حاجة، وقالت ان هي قالت يعني اتغيرت شخصيتها وبقت قاعدة هادية تماما وبتعترف بكل شيء وهي هادئة ومطمئنة، خلاص سلمت لله ان الدنيا اتكشفت. وقالوا ان ما ظهرش عليها اي علامات للخوف ولا التردد، بتحكي بثقة جامدة، خلاص انتهت العملية انتهت. يعني حتى مثلا الرية تبرق لها تبص لها مثلا تتردد ولا تخاف، لا 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 لا. وبعدين تحس ان هي كانت يعني متنومة تنويم مغناطيسي. وقت ما خلصت الحكاية بتاعتها بقولك بدأت تضحك واستعادت تاني روحها المرحة تاني، واصبحت اكتر ميل للضحك وبدأت تنكت تاني زي ما تقول شالت الهم من على قلبها، بس هي ناسية ان في اعدام في الاخر. بدأت تنكت تاني وتهزر تاني، ولكن حصل حاجة، ولدرجة انه بيحطوا لها الاكل وهي رجعت تاكل تاني وكلت الاكل كله، ولا بل هي اللي طلبته كمان، كانت بترفض شوية. فدي برضو يعتبر مشكلة من المشاكل اللي يعني اللي وضحت جدا على ريا على سكينة، ان هي زاحت هم وبدأت ترجع لطبيعتها بقى خالص، لدرجة كان جابوا لها اكل او مثلا بيحطوا رغيفين ثلاثة وطبق فول وشوية فلافل او طعمية زي ما بيقولوا وزيتون ومخلل، بيقول لك اكلت الرغيفين دول كلهم والاكل كله وطلب التاني. فعلا هي حاجة هم على صدرها وعلى نفسيتها، وخلاص بقى تزاح ومستنين بقى عقاب ربنا. وكان حرصها على العدل هو الذي دفعها لأن تحصر المسؤولية عن عمليات القتل والدفن في الرجالة الأربعة. بتقول بقى حقيقة خالص نهائية، يعني محدش يقول حاجة ورا اللي أنا هقوله. الرجالة الأربعة هم المسؤولين عن قتل ودفن وقتل، ماشي، قتل ودفن وقتل، ما هي هي يا عم الحاج مش عارف معلش يا جماعة، مع اني مش صايم دلوقتي يعني وقت سحور، ماشي عدوها بقى مش مهم، الواحد ساعات ياما بيهيس. يعني قتل ودفن وقتل يعني ايه ده والنبي، ماشي ما علينا يا عم. المهم حصرت حسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق الاربعة دول، ما فيش غيرهم. وده خلاها حريصة على ان تذكر على سبيل التحديد العمليات اللي اشترك فيها كل واحد فيهم، فضلا عن سلامة الذي ذكرت انه حضر بالمصادفة من دون ان يشارك في عملية مقتل ام فرحات. بس حلو والله اللي فاتت دي، قتل ودفن وقتل، مية مية. ام فرحات بائعة الجاز وحصل على نصيب من تمام بيع مساغها ذهبها، لانه جاء وقفشنا بالبلدي كده،
طب حضر؟ قالت له لكنه لم يحضر ولم يشترك قبل ذلك او بعده في اي عملية اخرى. ده الكلام ده كده اللي بتقوله سكينة. كما كان هذا الحرص هو الذي دفعها لتبرئة معظم الذين اتهمتهم هي او اختها او اثارت حولهم شكوكا اخرى. برؤوهم الناس اللي بره الليلة دي خلاص، احنا ما عدناش نخرف ولا هنكذب. على رأسهم مين اللي كنا عمال نلزق فيها تهم؟ عديلة الكحكية. قال لها طب واللي قالته ري على عديلة الكحكية؟ قالت له بص يا بيه، اللي قالته على ري على عديلة الكحكية كل ده كذب. قالت له وقائع كاذبة، دي مش حقيقي. وإن كانت لم تستطع أن تبرر سبب تحامل ري أختها عليها، كما دفعتها لتبرئة جيرانها الأربعة من سكان بيت الجمال، فتراجعت عن اتهاماتهم لهم وقالت بأنها فعلت ذلك بسبب خوفها، وأن شهادة سيدة سليمان ضدها وذكرها الأسماء عبد العال وخميس وفهمي وشعبان المنجد، الثلاثة اللي كانوا بيقعدوا معاها في خمارة سبيرو، هو الذي دفعها لاتهام ابنها أحمد السمني وللزعم بأنها كانت شريكة لها، في حين أنه لا صلة لها أو للندامة الثلاثة بالموضوع. الناس اللي كانوا بيقعدوا معانا دول ولا لهم علاقة بالموضوع أصلا. وقد نفت في إجابتها على سؤال من المحقق أن تكون صداقتها بهم وراء تبرئتها لهم. أنت عشان أصحابك بتبريهم؟ قالت له يعني لو أردت أن تبرئ أحد لبرأت جوزي أو برأت رفيقي سلام. يعني الصداقة؟ طب ما ده جوزي كنت برأته. رد مقنع فعلا. كما نفت أن تكون قد تعمدت تخفيف المسؤولية عن سلامة. أنت فكرني بخفف المسؤولية عن سلامة؟ لا والله، ده اللي حصل بالظبط. طب أنت بتحبيه؟ قالت له آه بحبه. ومش معنى أنا بحبه أن أنا هبرأه ولا أخفف عليه، أنا بقول لك حقائق حصلت وقلت لك كل الحقيقة كاملة. وقلت له أقول لك حاجة بقى، تصريح أول مرة أقوله، مش أنت بتقوله أنا قلت لك بحب سلامة وما بكرهوش، لكن أنا ما بحبش حد في حياتي غير محمد عبد العال، وعمري ما هكرهه، هو ده الراجل الوحيد اللي حبيته. ولأن الإنسان يستحيل أن يكون موضوعيا مع نفسه، فقد كان منطقيا أن تحاول سكينة في اعترافها التخفيف عن من مسؤوليتها عما جرى، سواء ان هي تقول الحقائق التي تبرهن على ذلك او اخفاء المعلومات التي تدل على عكس ذلك، وفي احيان قليلة باصطناع وقائع لم تحدث. وفي السياق ده حرصت على ان تكون بانها او تؤكد ان هي لم تشترك في المداولات التي انتهت بوضع خطة قتل النساء لسرقة ذهبهم، ولم تعلم بها إلا من ريا وقبل دقائق من مقتل خضرة اللامي. زي ما قلت لكم كانوا ماشيين في الشارع وهي بتغريها. وحسب الله، بص زعلان ازاي يعني في التحقيق؟ في التحقيق هجيبهم لك كلهم بيتحقق معاهم وهم قدامك بيحكي وبيعيط وزعلان وحالته بلا، كلهم هيجوا لك دلوقتي. وانا عرفت في السكه وما اشتركتش في الكلام ده كله ولا كان في خطه معينه، لا انا عرفت في السكه بأولى الضحايا. واضافت ان هي اعترضت على الاسباب اللي تخليهم يقتلوها، يعني مش دي الاسباب اللي تبرر مشروعيه قتل امراه بدعوى استرداد حقوقنا اللي هي استحلتها خضرة اللامي وسرقتها لنفسها؟ مش ده برضو مقنع قوي يعني؟ خدت الفلوس حطيتها على قلبها، بس نشوف اي طريقة تانية. وشايلها على قلبها ازاي يعني؟ في صورة مصوغات ذهبية لابساها على قلبها، يعني في سلسلة في حاجة جاية ناحية قلبها؟ مش ده الحل يعني؟ بس انا لقيت قدامي في الموقف ده، بل ودفعت عن خضرة قائلة دي ست غلبانة على فكرة، وان واللي ادخرته ده من عرقها. هي قالت كلمة تانية بس مش هقولها، من عرق رجليها هي قالت كده، ماليش دعوة بقى. وأضافت تقول إن أحدا لم يأخذ بالاعتراض
لو كنت بس لقيت حد اعترض ولا اي حاجة، كله وافق وقتل وعمل واشتغل ومية مية، ناس طماعة جشعة. يا دوب وصلنا البيت حتى لقيت التنفيذ والقتل قد تم، وزعمت انها لم تكف عن مواصلة الاعتراض عن كل عملية تالية. انا كنت بعترض والله جامد، بس الاعتراض كان في الاخر بيؤدي الى نفس النتيجة. ادي ريا بص بتحكي، يعني رفعت حواجبها فوقيه وزعلانه، يعني حزينه جدا. دي سكينه ولا ايه؟ بص يعني بتعيط. وده التحقيقات بقى، انا بهزر. ف مفيش ندم خالص، وكانت العمليه نفس النتيجه، اذ كان بقيه افراد العصابه بيتعمدوا كمان اخفاء موعد التنفيذ ويجيبوني فجاه، يفاجئوني بيه على طول بغته كده، ليفقد اعتراضها جدواه. يعني ما يجيبوني واتدبست اعترض للصبح، ما ماتت خلاص. كان يعني بيقولوا لي كده، هتوجع دماغنا ليه؟ ما خلاص فات الاوان. وحتى في المرات التي كانت الشواهد تجزم بانها المسؤوله مباشره عن سحب النساء الى المقتله اللي بيتقتلوها دي، او المكان اللي بيتقتلوا فيه، كما هو الحال مع زنوبة الفرجية، فقد تنصلت سكينه من المسؤولية عن ذلك لتلقيها على عاتق بقية أفراد العصابة. فمع أنها أقرت بأنها التي اقترحت على زنوبة الفرارجية أن تصحبها إلى بيت علي بيك الكبير لكي تحصل من ريا أو تحصل من ريا بعض النقود التي كانت عايزاها منها أو مدينها بها، إلا أنها حرصت على التأكيد بأنها لم تكن تتصور أن يقتلها الرجال. قالت أنا يعني كنت ماشي وجبت، بس مش مصدق أن ده يحصل، لأن دي بالذات كان في صداقة عميقة وقديمة تربطها بآل همام. فذهلت لما زنوبة الفرارجية بالذات تتقتل، وحين حدث ذلك اتفاجئت جامد جدا واتصدمت، واحتجت عليه جامد وهددتهم، خاصة وان ده القتل ده بالذات هيثير الشبهات من حوالينا، والناس شافوني وانا جاية بصحبة زنوبة قبل ما تختفي وقبل ما تتقتل، كانت معايا وانا ماشية معاها، يعني انتوا عايزين تودوني في داهية؟ وقلت لهم يعني اتكرر ده مع فلانة قبل كده، ما هو اتكرر فعلا مع اتنين من الضحايا كنت ماشية معاهم، من اللي عاصروا عليهم على جثتهم في ارضية غرفتها، اللي هم مين لو تفتكر نبويل أو هوجية وأم فرحات بيعة الجاز، إذ اقتحم أفراد العصابة غرفتها وقتلوا الناس دي في شقتي. حتى ما كانش فيه فرصة على إن أنا أعترض أو أقول أي حاجة، يعني أرفض حتى ما يبقاش في بيتي، لكن لا، ما فيش الفرصة إن أنا أعترض أصلا. ولم يكن القتل كما قالت هو الهدف من استدراج الضحية الثالثة اللي هي فاطمة العورة شيخة المخدمين، بل مجرد قصر عينها. يعني تخيل جابوا واحد عشان يقتلوها، عشان يكسروا عينها وإذلالها، ذل، جايبين نقتل واحدة ذل بس، تخيل. ويعني هي ما عملتلناش حاجة، ده انتقام من جوزها. تخيل بقى جوزها رمضان النجار حب حسب الله ينتقم منه، مش قادر عليه ولا عارف يعمل له حاجة، فيقوم يروح جاي منتقم من رمضان النجار. طب ما تروح اضربه يا عم على الإهانات اللي وجهها لك يا عم حسب الله يا جبان. لا، بينتقم من رمضان النجار في مراته. تخيل قمة الوطيان والإهانة لشخصيتنا ولكرامتنا ولرجوليتنا، ويجيب مراته يعمل فيها كده. وانا رحت انا معاك، انا رحت اجيبها قبل كده لكن فشلت في المحاولة لاستدراجها، وريا هي اللي قامت بالمهمة. فيعني احنا كنا ناس وحشة. قالها طب فردوس؟ قلت له فردوس، اكدت سكينة ان هي بريئة من دمها، لأن الفتاة هي التي سعت بنفسها إلى مصيرها، هي اللي كانت بتجري ورا موتها، تخيل. وهي اللي اقترحت إن هي تذهب وتيجي معايا لبيت علي بيك الكبير عشان تشوف يا سيدي العراف.
اللي سمعت من ريا عن مهارته وانه راجل ملوش حل، وقد حاولت ان هي حاولت ان انا ارجعها والغي الفكره من دماغها حتى لا تتحمل المسؤوليه عن غيابها، خاصه وان كتير كانوا يعرفوا بان هي صاحبتي وان انا مشيت معاها وقت الخروجه دي اخر واحده والناس شافوني وانا ماشي معاها، كنت عايز الغي الفكره عشان كده. لكن فردوس اصرت ان هي تذهب وتيجي، فاضطرت اوافق. هعمل ايه؟ واحده بتجري ورا موتها. وقلت له يعني كنت عايز اخوفه باي حاجه او اقول لها اي سبب يرجعها تاني عن فكرتها دي، بس ما لقيتش اي فكره ان انا الغي فكرتها ان هي تروح للراجل العراف. طب حتى قلت اعتذر عن ان انا، قالت لها معقوله هتيجي انا اروح بيت على ابيك الكبير انت هتعتذر ما تجيش بيت اختك؟ ما لقيتش بيه سبب منطقي. وكان منطقي في هذا السياق ذاته دي بقى، بص ريا وشها اسود وضلمت هي وسكينه من كتر الاعترافات. وكان منطقي في هذا السياق ان انت استطرد سكينه لتروي ادق التفاصيل عن العمليات التي اعتبرت نفسها غير مشاركه فيها او مسؤوله عنها، وان تتوقف طويلا لتصف مشاعر الحزن التي امضتها حين كانت تفاجأ بان من بين الضحايا صديقات حميمين جدا لها. يا نهار اسود، قتلت فلانه، يعني بقت تتصدم صدمات رهيبه، وان دي ناس يعني فعلا سوري كلاب ممكن ياكلوني ويقطعوني ويقتلوني. وبدات تلجأ للاختصار، يعني الملخبط بدأت تتلخبط في سرد وقائع العمليات التي ثبت فيما بعد ان هي يعني من مجات الحتة دي لخبطت سكينة شوية، يعني قالت حاجات هي شاركت فيها واتضح ان لا، حاجات هي ما شاركتش فيها قالت انا ما شاركتش واتضح ان هي شاركت فيها او كانت هي مسؤولة رئيسية في الحتة دي، الى الحد الذي تجاهلت فيه تماما الاشارة الى كل ما يتعلق بالجثة التي عثر عليها بغرفة المحششة. لغاية انت حكيتي كل ده وطنشتي، المحقق راح مفكرها واعترفت بان هي جثة حجازية، وادعت انها دهشت حين علمت بان حسب الله وعبد العال قتلوها، واعترضت على ذلك القتل او على الجريمة دي برضه. ونكمل المرة الجاية ان شاء الله، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. برضو بقول لكم اللي عايز كتاب سرداب المومسات بتاع الدكتور محمد عبد الوهاب، موجود منه نسخة PDF حلوة جدا، اللي عايزه يتواصل معايا يسألني حتى في التعليقات هتواصل معاك فين، هقول لك تتواصل معايا على كذا، تمام. والكتاب موجود بنسخة عالية جدا، وتعرف تقراه وفي صوره وفي كل حاجة فيه، تمام. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. سلام.